حارة وبالتالي أكيد غير متقصدة من المدافع حيدر عبودي. وفي النهاية لمسة يد والحالة كانت قريبة لحق المباراة. وأمجد راضي الآن أمام أنظار ضياء عباس في طريقة لتسجيل أول الأهداف، يتقدم ونعم يضع الكرة في المرمى. جول أول الآن يأتي لنادي أربيل عن طريق أمجد راضي من ركلة جزاء. في النهاية انتهى الموضوع، لكن هذه المرة من ضربة جزاء، ضربة جزاء في النهاية تحسم كل هذا الحوار الأربيلي الذي كان حاضر في شوط المباراة الأول وكذلك في شوط المباراة الثاني. في النهاية نادي أربيل يتقدم.